يعطيكم العافية. حبيت اليوم ضوي على نقطة تناقش هي باللجنة الفرعية بلجنة الإدارة والعدل، ألا وهي استقلالية القضاء. هذا المطلب الرسمي والشعبي والحزبي والسياسي اللي عم تحكي فيه كل الناس، بتصور صار لازم نضوي عليه أكثر، لأنه بعد سلسلة اجتماعات عم نقوم فيها باللجنة الفرعية ربما بدأنا نتراجع حول ما هو مطلوب منا في صياغة هذا الاقتراح. أنا يعني اضطريت أطلع على الإعلام بهذا الموضوع لأوضح وجهة نظرنا كلقاء ديمقراطي. نحن إذا ما كان هناك استقلال تام للقضاء لن نقبل بالحلول النصفية. أن يبقى بعض أعضاء رئيس القضاء الأعلى حكميين يعني معينين بالسلطة السياسية، هيك بنكون ما عملنا شيء. أنا حطيت اعتراضي ضمن اللجنة وحبيت حط اعتراضي للرأي العام ليساعدنا لصياغة وإنتاج قانون استقلالية قضاء كامل، لأنه بتعرفوا اليوم هيدا الكم الهائل من مشاريع القوانين واقتراحات القوانين عم تتقدم كامل السيابي أو الحكومة، واللي تطال محاربة الفساد والأموال المنهوبة والإسراء غير مشروع، كل هيدي القوانين إذا ما في قضاء مستقل تبقى حبرا على ورق أو توظف بوجهة سياسية بالانتقائية والكيدية. نحن لحتى نكون منسجمين مع نفسنا مع تاريخنا مع مبادئنا، مبادئ كبير جبلات، بنقول نحن إذا ما في قضاء بالكامل مستقل وإبقاء جزء منه مرتبط بالسلطة السياسية بنكون ما عملنا شيء. فأنا بتمنى عم بحكي هذا الموقف بشكل علني. أنا حكيت رئيس اللجنة صديقي وخينا الكبير أستاذ جورج عدوان وقلت له إذا استمر هذا الموضوع على ما هو عليه نحن كلقاء ديمقراطي سنعلق عضويتنا بهذه اللجنة. شكرا. استبدال رئيس القضاء الأعلى وأنت عم تمييز وفتش ضل يتعين وما عملنا شيء. Yeah.